هلاو ميزامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى هاد لا فيديو تلقاكم بصحه وسلامه. ولهنا مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ام بي لايف ستايل. دونك هادي لا بروميير فيديو اللي غادي نعمل من بعد ما جيت من المغرب. دونك بغيت نطرق لواحد الموضوع مهم بزاف اللي كيعنينا كاملين، اللي هو تايم مانجمنت، او كيفاش نقومو باداره الوقت ديالنا وكيفاش نستافدو منه، شنو هما النقاط اللي غادي نتبعو. بغيت نبارطاجي معكم واحد خمسه ديال النقاط اللي انا استفدت منها بزاف، وما نطولش عليكم، يلا نبداو. بون، كما كيعرفوا الناس جميع ان كلنا عندنا 24 ساعه، وكاينين بعض الناس اللي كيظنوا ان ديك 24 ساعه ما كتكفيهمش باش كيقوموا بالاشغال ديالهم والمهام ديالهم. دونك كما كتعرفوا انا كجميع النساء عندي مسؤوليه ديال الخدمه، ديال الدار، ديال يوتيوب كذلك، اللي هو حتى هو سي ان طرافاي وكيبغي كذلك الوقت وتنظيم الوقت. انا في الاول كيف الكثير من النساء كنت كذلك كنستعمل المخ ديالي بزاف، كنرتب فيه الافكار. كما كتعرفوني غادي تفهموني، لان كلشي كنبدا نحطه في العقل ديالي، كنبدا زعما كنحط الافكار شنو غادي ندير، شنو المهام الاولى اللي غندير، الثانيه، الثالثه، زعما الاشياء المهمه هي الاولى من بعد اللي ماشي مهمه. منين جيت كنشوف كنلقى راسي كيجيني لو ستريس بزاف، ما كنعش مزيان، كنبقى نفكر كذلك. ملي كنحط راسي على المخده كنبدا نفكر. دونك ماشي فكره زوينه، لان حسيت براسي كنستريس بزاف، كنلقى راسي عامله بعض المهام والمهام الاخرى ما كنعملهاش، لان انا ما كنعملش واحد تودو ليست اللي كنحترمها. كذلك لي كوليك ديالي من بعد ما عملت هذيك تودو ليست بديت كنحترمها، والكوليك ديالي ولاو كيسولوني كيفاش انا كنقدر نوفق بين الخدمه والخدمه تاع الدار واليوتيوب. دونك غادي نطرق لكم لهاد النقاط. قبل ما نطرق ليهم غادي نقول لكم واحد الحاجه اللي هنا كاينه في الدنمارك، اللي فريمون زوينه. كاينين واحد الجمعيات اللي يا كيجيو عندك للدار، يا كتمشي عندهم وكيساعدوك كيفاش كتنظم الوقت ديالك، كيفاش تعاملي مع ولادك، كيفاش خصوصا لي فامي اللي عندهم الدراري وما تيقدروش ينجموا بين الخدمه والدار والدراري تربيه الاولاد. كاين كذلك دي بروغرام في لا تيلي او حتى جمعيات اللي عندهم دي بيرو اللي كتمشي عندهم او لا كيجيو عندك، كذلك كيساعدوك على كيفاش كتسيري الامور الماديه ديالك، كيفاش تشيطي الفلوس في اخر الشهر باش كتخلي، باش كتجمعي، باش كتسافري. دونك هذا ماشي موضوعنا اليوم، هذا فيديو خاص اللي غادي اللي بغيت كذلك نبارطاجيه في القناه ديالي، لان من خلال شنو استفدت بغيت نعمل لكم ان فيديو عليه. لذلك كنتمنى اللي كيشوف لاشين ديالي انه يتابونا، ومرحبا بكم. بون، اول نقطه غادي نبارطاجي معكم وهي ان لازم تعملوا مذكره اللي تكتبوا فيها جميع المهام ديال النهار كامل، ديال الاسبوع، وحتى ديال الشهر، علاش لا. كما قلت لكم تعملوا تودو ليست، تعملوا فيها المهام والاشغال اللي غادي تعملوا في خلال الاسبوع، ودائما كتبداو بالمهام المستعجله اللي ما يمكنلكش تاجليها لو لوندومان. باختصار كتعطيو الاولويه للمهام اللي هي مهمه بزاف اللي ما يمكنلهاش يعني تاجل. النقطة الثانية ان ملي كنبداو بواحد العمل لازم نبداو وتنكملوه باش كنضربوا عليه باللي حنا ساليناه. يعني الا بديتي عمل ومشيتي لعمل اخر، يعني الانسان كيتربون، يعني احسن حاجة انك تعملوا تبداو بعمل واحد حتى كتكملوه. انا نعطيكم واحد المثال، مثلا الامهات اللي يحفظوا الاولاد ديالهم، مثلا خاصها تعطي واحد ساعه او ساعتين، ولازم تحترموا هذاك الوقت. مثلا يقدر يكون عندها جوج ديال الاطفال، لانه كل واحد خاصها تعمل الوقت ديالو. بطبيعه الحال كل طفل وقداش المهارات ديالو باش انه يحفظ. دونك الام لازم تعمل واحد سويعه او ساعتين لكل طفل وتكمل معاه، ومن بعد كتمشي للطفل الثاني، او حتى الناس اللي كيخدموا في تيلي طرافاي كيكملوا واحد المهام عاد من بعد كيكملوا الاخرى، باش كيكونوا هذاك العامل فيه تسلسل ومنظم، باش من بعد كنحسوا براسنا اننا نتجنا.
النقطة الثالثة، لازم نبتعدوا عن المماطلة والتأجيل. مثلا بغينا نعملوا واحد المهام لازم نعملوهم وما نتماطلوش ما نعكزوش، لان من بعد ما كنقوموا بهم كنحسوا بواحد الراحة النفسية وكنحسوا براسنا راه نتجنا وعملنا واحد الحاجة اللي كتفرحنا، بالله احترمنا هذاك الجدول المهام ديالنا. الاشياء المهمه كذلك اننا ملي كنكونوا عاملين واحد الجدول المهام لازم نعملوا واحد الاستراحات بين المهام، لان مهم هذه الاستراحات كتخليك انك ديك الطاقه الايجابيه كتطلع عندك. مثلا كتشربي القهوه او لا كتعملي اتاي ولا مهم لازم استراحات. مثلا في تيكونوا الناس شي ايفينمون او لا شي سيمينار، دوك المسؤولين دائما كيعملوا واحد الجدول من الصباح اشنو غادي نعملوا، ولازم كتلقاي الاستراحات اونطخ. مثلا استراحه ديال الصباح، استراحه ديال الغداء، استراحه ديال لابريميدي. دونك هذا الجدول هذا كيعملوه الناس اللي يعني اللي كيعملوا اللي تيكونوا في ليزيفينمون كيعملوه وكيحترموه بالدقيقه. يعني ما كاينش باش كي في الاخر اخر النهار كيحسوا بانهم استعملوا الوقت وما ضيعوش منه حتى دقيقه، وكيحسوا براسهم راه عملوا واحد الانتاج كبير بلا انهم استغلوا الوقت كامل بلا ما كيضيعوا حتى شي حاجه. وحتى دابا انا غادي نعمل واحد القهوه، يا تشوفوا معايا لا كويزين نعملها ونرجع معكم. بون، من بعد ما صوبت القهوه ديالي غادي نديها لا شومب باش نكمل الموضوع ديالنا، وهانتوما معايا. بون كيما شفتوا حتى انا عملت لا بوز ديالي، عملت قهوه. دونك كنتمنى ان السيدات كذلك اللي كيخدموا في الدار ديالهم حتى هما يعملوا استراحات، علاش لا، باش من بعد ما السيده كتتقل شويه كتشرب قهوه او لا كتشرب انتزان او لا اللي بغات، من بعد كتنوض واحد الحيويه للاشغال ديالها. ودابا غادي نمشي للنقطه الخامسه اللي كتهم الاكثريه لي زيتيديون والناس اللي كيعملوا تيلي طرافاي، وهي ما خاصش انسان يخلي الاشياء اللي كتشتت التركيز ديالو. مثلا في حال التلفازه، في حال البورطاب اللي كنخليوه مفتوح، كيجيونا دي زابيل او لا دي ميساج اللي كيبرسطونا. كذلك بعض الحيوانات بحال الشاء او لا ليشام تيكونوا في الدار كذلك حتى هما كيشتوا الافكار ديالنا، ما تيخليوناش نستافدوا من الوقت.
دونك كذلك بعض الموسيقى اللي كذلك اللي هي كتشتت الافكار، ماشي الموسيقى كلها، لان كاين موسيقى اللي بعض الانواع الموسيقى اللي كتعاون باش الناس كيركزوا بزاف الشغل ديالهم. بون كما قلت لكم هذه النقطه الخامسه خاصه غير بالناس اللي كيعملوا تيلي ترافاي، كيف كتشوفوا في ايام كورونا كانوا الناس بزاف كيخدموا في البيت ديالهم، وكما كتعرفوا ان الانسان كتشتت الافكار ديالو، العقل كيولي صعيب انه يركز، بحال كيقطع واحد الحبل ما كيقدرش الانسان يركز كما كان كيركز افون، ملي كتجي شي حاجه سودان داك التفكير كيتشتت، وكل انسان كياخذ وقت طويل باش كيبدا ثاني يركز في المهام ديالو. دونك هذه النقطه الخامسه، هذه هي النقطة الأخيرة اللي لازم نتجنبوا الأشياء اللي كتشتت الانتباه ديالنا. بون الإنسان لازم يعرف كومون الفونكسيون، بعد كتجي القضية سهلة أن الإنسان كيعرف كيفاش غادي ينظم الوقت ديالو وكيفاش غادي يستعمله، لأن الإنسان راه كيختلف من واحد لواحد. بون قبل ما نسد الفيديو ديال اليوم، بغيت نبارطاجي معكم واحد لا ماتريس دايزنوفر اللي عمل واحد لو تابلو اللي فيه أربعة ديال لي طابلو صغارين، كل طابلو الاولاني اللي حط فيه يعني المهام اللي خصك تعملي اللي هي اورجون يعني مستعجله ومهمه، واللي حداها اعمل المهام او الاشغال اللي هي ماشي مستعجله ولكن مهمه، من التحت عمل كذلك الاشغال اللي هي اورجون يعني مستعجله ولكن ماشي مهمه، اما اخر حاجه اكتب فيها عمل فيها الاشياء اللي ماشي مستعجله وماشي مهمه اللي كنقدروا نستغناو عليها، وما كان يعني يمكننا ما نستعملوهاش ما نحطوهاش في من بين الاولويات. دونك وعلاش عمل هذا لو طابلو؟ باش يفاسيليتي لي طاش، باش كيعمل لي طاش ديالنا او للمهام اون اوتر يعني من المستعجله المهمه انسي دو سويت. دونك الى بغيتوا شي فيديو على هاد لا ماتريس فريمون انا بغيت نبارطاجيها معكم في لاشين ديالي، الى كنتم مهتمين خليوها لي في التعاليق. بون لا فيديو هنا غتسالي، الى عجبتكم لا فيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، كنشكر الناس الجداد اللي تابوناو معايا، كنقول لهم ميرسي بوكو على لي كومونتير زوينين اللي كيخليو لي. بالنسبه للناس اللي ما كتوصلهمش لا نوتيفيكاسيون كنقول لهم انهم يوركو على زر سابوني، يوركو على الجرس الفوقاني اللي فيه توت لي نوتيفيكاسيون، باش كل مره عملت فيديو جديد كتجيهم لا نوتيفيكاسيون. خليت لكم الراحه حتى الفيديو الماجيه ان شاء الله، اكرو بيزو.